السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ منورين. أنا جاي أتكلم دلوقتي على السرقة في الأكونتات والهاكر، وخاصة أكونت أوبر. وأنا جايب معايا يعني عينة كده من حادثة حصلت لحد قريب مني، وأنا من زمان أصلا عايز أتكلم في حماية إزاي تحمي نفسك في السوشيال ميديا وفي الإنترنت، علشان عندنا يعني عدم وعي وعدم معرفة بالسوشيال ميديا من شريحة كبيرة قوي في المجتمع المصري وفي المجتمع في الوطن العربي أصلا، بسبب يعني فرض السوشيال ميديا عليهم بدون معرفتي إزاي أأمن، إزاي أفهم كده. وده عامل مشاكل كتيرة وياما اتكلمت فيها. يعني لو رحنا لغاية ما بحث الإنترنت هتلاقي ناس قاعدة أو أبهات وعائلات قاعدة علشان صورة تهربت لبنت، علشان وبالذات مشاكل البنات. نرجع بقى لمشاكل السرقة، واحنا قلنا وراء كل نصاب تمام طماع، يعني ادام في نصاب وعرف ينصب يبقى في طماع. اول حاجة انا معايا صديقي اول يوم ليه في اوبر ابتدى يسأل على اوبر كويسة، اشترى عربية تمام، جه قال لي نعمل اكاونت، طلبوا منه شوية اوراق طبعا كلكم عارفينها، اللي يعني اللي اشتغل كابتن في اوبر عارفها، زي الفيز، زي صور البطايق، زي كل التعامل من بدايه ما انت بتبتدي تقدم على اوبر كله بتتعامل، يعني بتقدمه كله من على الابلكيشن تمام، ولا اوبر بتتصل بيك ولا اي حاجه، ولا لغايه مرحله معينه انا جاي في الكلام عليها، فبتبتدي ترفع ورقك على الابلكيشن وتصوره وتدخل بياناتك، بيتم الموافقه، بعد ما بيتم الموافقه بيوصل لغايه حاجه معينه اللي هو اليوم تشغيل او لحظه تشغيل او الرحله دي، لازم بتخش على الموقع في اوبر بتحجز ميعاد تمام للمكالمه من عن طريق موقع اوبر، وبيقول لك مثلا من الساعه كذا لكذا، انت بتختار المواعيد المتاحه او بيختار وبيديك اليوم كل حاجه، بيرجع موظف اوبر بيجي يتصل بيك في الميعاد ده، بيراجع معاك شويه بيانات، بيقول لك صور بكمامه من غير كمامه، بعد كده في الابلكيشن اشتغل بتطلع اول رحله. كل ده مش عايز اطول عليكم خالص تمام. طلع صاحبي اول رحله اول يوم، رجع فرحان، الله كلام جميل، شغل كويس، وبالذات في الاول وبالذات اللي هو نزل في الغردقه، فما فيش المشاكل بتاع الكباتن بتاعت المطبات وي مشكله الغردقه برضو اللي هي صغيره، يعني ليها مشاكل تانية هو مش شايفها دلوقتي في بداية شغله تمام. المهم طلع أول يوم، طلع تاني يوم، تالت يوم بقى ابتدى يتسيل أو تظهر له نوتيفيكيشن أو إشعارات اللي هو لازم يدخل الحساب المصرفي للبنك بتاعه علشان يودي فين الفلوس من أبلكيشن أوبر ومن أوبر لغايه ايه الحساب البنك، ويتم الصرف كل 10 ايام او كل اسبوع حسب ايه شروط شركه اوبر. راح محمد جالي قصدي إيه، دخلت له بيانات وربطت له البيانات بحسابه البنك. الحمد لله الحساب اللي احنا ربطنا بيه ما كانش فيه مبلغ. دي اول حاجه. المهم محمد بعد ما مشي من عندي يوم، ففي الساعه 4 الفجر جات له، هو مش 4 الفجر جات له المكالمه، احنا لو رجعنا للكلام هنلاقي اول خطوه في السرقه دي انا هقول لكم، عشان هي سرقه ممنهجه زي على دوبزل. يعني اسالوني ايه لو انتوا عايزين حلقات تانية، يعني لو حد بيتفرج، لو واحد بيتفرج عليا في قناتي وطلبها انا هنزل. اوليكس في سرقه، يعني مواقع كبيره فيها سرقه، مش سرقه من الموقع، النصابين مستهدفين الموقع ده عشان يسرقوه. فجاله مكالمه، خلينا في اوبر دلوقتي وانا هديك قاعده هيفهمها وهفهمها لك، هي اللي تتعمل على بناءها في اي حاجه. اي حاجه فيها فلوس لازم يبقى وراها زي ايه؟ زي حراميه حاطين عينيهم عليها. فلازم تعرف حتى لو انت ما تعرفش ازاي عمليه النصب جايه، بس هي موجوده وبيحاولوا. المهم جالي محمد مكالمه ظريفه على الساعه 4 الفجر. الو، مكالمة برايفت نمبر. برايفت نمبر ده يا جدعان مش قصة، يعني عشان برضه نتكلم، كلمة برايفت نمبر أو أنون نمبر غير معروف أو غير مسجل أو ما يظهرلكش رقم خالص، كل الكلام ده يعني بفلوس من على الإنترنت. لو أنت دقيقة عندك بفليكساية، دقيقة البرايفت نمبر هو عنده بنص جنيه. فاهمني؟
فمش قصه يعني، بس هي قصه. انا بقى جاي بعرفك ان هي مش قصه، علشان لما تشوف برايفت نمبر ما يتفتكش الزول. المهم جم برايفت نمبر تن تن تن، الو انت كسبت بونص. طب انا النهارده لو انا فايق لنفسي، اول حاجه بونص ازاي في خلال 3 ايام؟ كسبت بونص 1500 وعايز اديهم لك من شركه اوبر يا فندم والدنيا. تمام، طب معاك رقم فيزا؟ اه مليني. لا يا فندم دي مش دي. ليه؟ ما فيهاش فلوس. طيب محمد ابتدى يدور له على فيز تاني، عايز ال 1500 وفرحان بقى، عايز يطلع الشارع يقول انا اشتغلت 3 ايام في اوبر وجالي ال 1500. ما هي بقى هنا الطمع، حتى لو مش طمع في الماده نفسها ك 1500، هو الطمع في حته ايه؟ اللي الشركه دي جميله عايز اطلع اي. فالعقل الباطن بس ازاي 4 الفجر في خدمه عملاء؟ صح كابتن 4 الفجر. تمام، نرجع تاني للكلام. ابتدى هو يعمل شويه محاولات معاه، طيب مليني، طيب اديني الايميل، طيب ابتدى ياخد منه معلومات. في معلومات انت ما ينفعش تديها لحد اصلا، ولا حتى الكابتن اوبر. مش الكابتن اوبر نفسه، مش يعني قصدي موظفين خدمه العملاء في اوبر، هو مش محتاجها. وفي البنك ما بيبقاش محتاجها، وانت بتدي ال 14 رقم لواحد، ولو محتاجها هي ظاهره قدامه على الشاشه، انت راح تديها له ليه؟ حاجة تانية، اختيار معالي المكالمة ده كان قصة بالنسبة لي 4 الفجر. بس بعد بحث لقيت كباتن كتير من اليوتيوبرز مطلعين فيديوهات عن محتواهم، اللي هو السرقة بتتم من بعد الساعة 12 بالليل في اوبر. انا ما جربتش اوبر عشان مش كابتن ليه، يعني انا لو جربت السرقة دي بتحصل معايا، بس جربتها مع صديقي وجاي اقول لكم التجربة. المهم صاحبي نزل ابتدى التاني يديله، يعني صاحبي وصلت معايا عيني من طيبته، اللي هو عايز يجيب فيز والدته وفيز اي حد موجود في اي فيزا قريبه منه عايز يجيبها له ويحاول. المهم ابتدى يحاولوا مع بعض، ما فيش، راح قال له خلاص انزل حول لي. نزل حول له تقريبا 200 في 200 من فوري فودافون كاش او من فوري. تمام، بعد كده جه طلب منه 1500 مره واحده. هنا صاحبي ابتدى يعرف اللي هو طماع، وابتدى يشتم فيه ويشتمه، والمهم قفلوا مع بعض. تمام، صاحب اكتشف بعد دقيقة واحدة ان الاكونت بتاعه كله، لما اداله الايميل واداله الباسورد طبعا تاني غير الايميل وغير ربط الايميل اسمه ده بالاكونت. تمام، فخلاص كده الاكونت مش بتاع صاحبي. صاحبي يحاول مفيش، صاحبي يحاول مفيش. جالي بقى تاني يوم الصبح، الحق الحق في ايه؟ الحق في دي كارثة. طب نرجع الاكونت، طيب نعمل، طب الواد ما سرقش ال 400، طيب. وفجأة ما دي بقى المصيبة، ويا ريت تتفرج في حلقة الأصابع. المصيبة اللي أنت لما بتنصب عليك برضو عايز تحل الموضوع لوحدك وما ترجعش الدفاع. يعني هو جه حكالي وفي نفس الوقت في مفاوضات تاني في الباك جراوند بعد ما سابني، اللي تاني بيفاوضوا قصة تاني رهيبة. لما لقى كده بفاوضه، اللي هو يقول له ارجع لك الاكونت وهات 1200 جنيه، ارجع لك الاكونت وهات 1500، ارجع لك وكده، وهتبقى هذه القصه. تمام؟ يعني فازاي اتفق مع حرامي؟ زي موضوع العربيات اللي ما كانت مسروقه، العربيه انت بتتسرق يقول لك هسيبها لك، سيب 40000 جنيه، تروح تحسب ال 40000 جنيه تلاقي برضه العربيه مثلا، ترجع تاني يقول لك سيب 60، تروح انت برضه مصدق. ازاي تصدق؟ ازاي؟ يقول لك اصل في ناس رجعت عربياتها بالطريقه دي. خلاص كمل معاه، ادفع له 10000 جنيه بثمن الاكونت عشان يرجعه له. وانت 1500 في 1500 في 1000 هتدفع المبلغ اللي هو يعني حس اللي هو خلاص. تمام، فاخد منه الاكونت. بالليل اتقابلنا انا وصاحبي، جيت بكلم الشخص اللي هو سرق اللي هو الحرامي، لقيته بيكلمني ان انا ارجع لك الاكونت ده، مش قلت لك ارجع لك؟ بيقول لي ما يعني ايه، اشتم اشتم تاني يمكن تصعب عليا وارجع لك الاكونت. هو عايز 1200 جنيه عشان ارجع الاكونت. انا سجلت المكالمه دي، وطبعا انا عارف اكلمه ازاي. قلت له بص، يعني اعلى مفخلك اركبه، والراجل ده انت ضحكت عليه وانت مش ملاحظ الصوت اتغير، فاللي انا فاهمك اول الموضوع ده. انا بقى يعني طول ما انا اديته ازاي هو سرق الراجل ده، طول ما هو فهم ان اللي بيكلمه حد فاهم، انا ابتدى هو يشتم وابتدى يشتم والكلام ده، ابتديت اديله شويه معلومات بسيطه.
اول حاجه هو اختار لك صاحبي فيها برايفت نمبر، وده سهل جدا، ده بنص جنيه المكالمه، تمام. تاني حاجه سرقه بالواتساب، الواتساب طبعا اجنبي، يبقى عشان اخش على جوجل كده اكتب عايز، يعني اكتب كده بالبلدي، عايز رقم واتساب خليجي، عايز واتساب امريكي، هي 1000 موقع، ده انا اشوف بكلمك بالعربي 1000 موقع، وكل موقع بفلوس عادي، بفلوس بفلوس بتجيب فلوس، يعني هو ايه فيها لما يدفع 1000 جنيه في الشهر بس يجيب قاعده عملاء اوبر من ناحيه ثانيه من الكباتن اللي داخله جديد ويبتدي يسرق. ما هنا برضه في ثغره عند شركه اوبر. ثالث حاجه تيجي تكلم شركه اوبر، ملهاش اي ارقام تليفون، فاهمني؟ مالهاش اي. طيب الناس اللي باديه كباتن دي ثقافتها مش، عشان احنا في مصر بنحلل اي حاجه، فبتوع التاكسيات بيبيع التاكسي يقول لك اشتغل على اوبر، وبتاع مش عارف ايه يقول لك اشتغل على اوبر، واوبر عايزه تخدم العميل اللي راكب بمستوى كابتن يعني يليق بيه، والاثنين يليقوا ببعض، يعني دي التيمه بتاعت اوبر. هو بيقدم خدمه مش موجوده، مش بيقدم خدمه عامه كتاكسيات، يعني انا دي مش عايز اتصرف ليها عشان مش موضوع حلقات، بس انا بتكلم من ناحيه النهارده في ميعاد ترد عليه في مكالمات الكول سنتر. مش انا نازل شغل من 3 ايام اجي وفجاه بواحد بيقول لي خد بونص حتى لو 100 جنيه ازاي؟ طب ما يعني بالدماغ. هو المفروض اللي دلوقتي يا جدعان الابلكيشنات كلها متطوره والخدمات كلها متطوره، انت بتحاول ما تحتكش باي بشر، يعني ازاي؟ الشركه بتحاول تقلص خدمه العملاء عندها عن طريق اللي هي تطور الابلكيشن، ولو لقت يعني 99% من يعني او نسبه كبيره من مستخدمينها بتستخدم الابلكيشن، ده شيء ناجح جدا. ليه؟ هي كده وفرت عماله ووفرت مكالمات ووفرت حاجات كتير، وانت كعميل وفرت وقتك. انت بقى مش بتستنى في الدور، انت بتلاقي سيكشنات او خانات اماكن كده بتدخل فيها اللي انت عايزه، ومشكلتك ازاي تتحل وكده. وده اوبر مشكلته برضو اللي هو جاي علينا زي ما هو كسيستم، ما تصنعناش هنا في مصر، لا اوبر جاي من امريكا، من امريكا لدبي، لدبي لينا، دي قصه برضو ابلكيشن جاي من فئه مجتمع متنوع. النصب كتير وكل واحد يخلي باله. القصه الكبيره بقى انت لما يحصل معاك كده اول حاجه تروح على مباحث الاتصالات، تمام؟ تعمل مباحث الانترنت، تعمل شكوى ومحضر في مباحث الانترنت، تمام؟ مش عايز اقول لك هو يعني ما تاخدوش كده. القصه في حاجه، انت لما بتروح تعمل محضر في مباحث الانترنت او في المباحث او محضر على العموم للسرقه، بتلاقي اللي قدامك او المسؤول يعني اللي قدامك بيحاول يمشيك، يعني او بيحاول ما يعملهولكش. هقول لك ليه، عشان برضو دي تكون واخدها في الحسبان. هو اول ما تخش بيجي يقول لك لا ما خلاص بقى استعوض ربنا، روح لشركه اوبر، يعني كابتن اتسرق منه الاكونت، يقول له روح لشركه اوبر ده موضوع سرقه، من غير ما عايز يفهم. ليه مش عايز يفهم؟ عشان بره بيبقى او عنده في اليوم حالات قاتله اكتر من كده، بس انت فهمه، يعني انت اديله نقطة حاجة. انا النهاردة ككابتن اتسرق مني اكونت في شركة اوبر، فالنهاردة لو هو عمل اي حادثة بالاكونت ده او اي عملية نصب او 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 بالاكونت اللي مسروق ده باي طريقة، عشان ده اكونت كابتن، انت اللي شلت المسألة الجنائية عليك، يعني او اي تهمة انت شايلها انت، فلازم تعمل محضر اثبات حالة اللي انت اتسرق، مش سيبك من اللي هو يرجع لك، بس اثبات حال اللي هو يتسرق. حاجه تاني اتكلم عليها ودي هنشرحها الحلقه الجايه ببساطه كده، بتنزل اعلان فجاه، بتفاجئ حد بينزل اعلان موبايل مثلا بتبيعه على اوليت، بتفاجئ ان اول رساله رسالتين كده بيجي لك الموبايل، تمام، بيدي سعر قليل، بيحاول يفهمك اللي هو بيفصل معاك، تفاجئ انت في مكانك، انا في مكان، انا في القاهره، وهنا بتبتدي ضربه يعني المسمار بتاعت الشغل، تمام. وفي ناس كويسه، يعني في ناس بالطريقه دي بتيجي تشتري منك من القاهره في حاجات معينه بعيدة عن الموبايلات، فاحنا هنشرح كل ده الحلقه الجايه. اهم حاجه خلي بالك من اكونت اوبر بتاعك، اتسرق بترجع تحدد ميعاد تاني مع الشركه للاتصال، بيتصلوا بيك بتحكي لهم اللي حصل، بتشوف الاكونت يرجع او ما يرجع، بس حاليا هو بيرجع، بس بيرجع او تكريت ايميل، تكريت اكونت جديد
بس مش من الايميل اللي اتسرق، يعني مش من الايميل اللي اتسرق، ما هو الايميل ما اتسرقش، اللي هو الايميل الجيميل غير من الايميل الجيميل، تمام؟ بيرفض في اماكن، يعني عندنا في الغردقه بيرفض عشان اصلا دلوقتي في يعني كتير والبلد صغيره كده، يعني حاجات يعني معينه، انما بس او خش تاني للسبورت من على موقع www.uber.com واحجز معاه الاتصال بيك يا كابتن واشرح اللي حصل وشوف اوبر هتقدم بيه، تمام؟ انا مش ما اشتغلتش اوبر وما اتكلمتش مع خدمه عملاء اوبر ككابتن، بس اكيد ليها حل، هي موجوده وتوصل لخدمه اوبر، الا يعني نقطه عشان انا يعني بحب ان ما حدش يعني ايه يستهون بذكائي شويه. انا النهارده لو دخلت على اليوتيوب، انا دلوقتي داخل على اليوتيوب سرقه حساب اوبر، اكتب سرقه حساب اوبر، واحده مسروق منها حساب اوبر من سنه، واحد كاتب ازاي ترجع الاكونتات بتاع شركه اوبر، تمام؟ كل واحد كاتب قصه، تعالوا نعرف ايه اللي بيتم بعد سرقه الاكونتات وازاي بيعمل منها اكتر من 10,000 جنيه من خلال يوم من الاكونت بعد السرقه، فبيشرح لك اهو التفاصيل. انا ماليش دعوه هو بيعمل كام، هي قصه ازاي وصل لي انا ككابتن، هو قصه ازاي وصل لي انا ككابتن، ودي الثغره المعلوماتيه اللي المفروض تسال يعني فيها شركه اوبر في مصر، تمام؟ ازاي عن طريق يعني انا لو موظف خدمه عملاء وشايف الاكونتات بتتكريت قدامي وبعرف ابيع بره في السوق السوداء الاكونتات دي، وزي ما الفيديو النهارده بتاع ريستورز اللي هو تعالوا نعرف ايه اللي بيتم بعد سرقه الاكونتات يعني بيعملوا بيها اكتر من 10,000 جنيه في اليوم، اكيد بيعملوا بيها 10,000 جنيه، انا مش عارف ازاي بس هم بيعملوا بيها، يعني هي ازاي دي اكيد سهله يعني هو عمره ما هيسرقه، بس برضو يعني ناكد معلوماتنا، اللي بيتصل بينا في وقت غلط رقم تليفون غلط، يعني ممكن يتصل بك حد من شركه فودافون ازاي يتصل من 010-92-855، امال راحت فين 3 8 وراحت فين ارقام الرقم اللي هو بتاع الخدمه اللي هو بيتصل ده فودافون مثلا، فكده تشغل دماغك، يعني ما تخليش حد يطمع، ما تخليش حد يطمع، مفيش فلوس بتيجي كده، واسأل مش هتغلب، يعني لو قالوا خلاص نتكلم الصبح نفكر خلاص، يعني انا واحد اتصل بيا من شركة اوبر قال لي انت قبضت 1500 عايز احولهم لك، قلت له لا دلوقتي انا نايم ممكن بكرة الصبح، المفروض شركة اوبر تقول لي لا خلاص ادام بكرة الصبح يبقى مفيش، ما لو قال لي مفيش يبقى هو ما عندوش، هو بينصب. ده اول يعني مش عارف اوصفها لكم ازاي، بس موضوع النصب مضايقني والموضوع اللي جارح اكتر منه، يمكن النصب ده هو بتتعلم درس بس وانت السبب انت اللي طمعت، بس موضوع سرقه الاكونتات اللي عليها بتاعت السوشيال ميديا اللي عليها صور للبنات دي بتبقى كارثه، والله ما حفظنا منيها، ودي اللي لازم يعني لكل اخت ولكل اي حد بيسمعني بنت او ولد ينبه او يحاول يشرح او يحاول يبقى يعني تبعته لاي بعض فيديوهات تزود ازاي تحمي حساباتك، ازاي الحسابات بتتسرق كده، اوكي؟